شويه سهل الحلقة، واحنا بنسميه الطبق اللي هو عامل زي الطبق، اتفقنا؟ فلو احنا خدنا بالنا طرف اللسان المقرب، لو احنا قلنا طرف اللسان المقرب، لكن لو قلنا هتلاقي حته ورا طرف اللسان هي اللي اترفعت، دي اسمها نصل. النصل اللي هو البليد، دي اللي هو نصل او بليد، قربت من ايه؟ ما ينفعش من اللثه، من سقف الحلق اللي هو بنسميه بالانجليزي الهارد باليت، خلاص؟ فعشان كده بنسميه ايه لما بيقول مكان النطق؟ طبقي. طبقي يبقى هو صوت احتكاكي مهموس طبقي، خلاص؟ و المجهور بتاعه زي جيجي، وبرده صوت يعني ايه عندنا في المصري ما هوش حاجه ايه اصليه. طيب بعد كده عندي الصوت ده برضو موجود في الفصحى، مش موجود عندنا في المصر. جذر، لا مش دي، ثناء، ثوم، ث تعمل كده وارجع حته كده، ده الث. طرف اللسان ما بين الاسنان، فعشان كده بسميه اسناني. يا اما طرف اللسان بيطلع فعليا، يا اما بيقرب على سلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعني ممكن لما نطقت الث يطلع طرف اللسان او يكون مقرب، تمام؟ يعني هو بيسد الفتحه ما بين الاسنان العلويه والاسنان السفليه، اهي ث ث ما طلعتش، ث طلعت، تطلع كده وتطلع كده. فبس انا لما باجي بوصف بقول طرف اللسان ما بين الاسنان العلويه والسفليه، والث مش موجود عندنا في العامية، دايما بنقول بداله صوت تاني، زي مثلا ايه ثناء تبقى ثناء، او مثلا نقول ثعلب نقول ثعلب، يا اما سين يا اما ت، لان طبعا في اختلاف ما بين العامي وما بين ايه اللغة العربية الفصحى. فالت موجودة في الفصحى، انما مفيش اي صوت، يعني شوف احنا بنقول ذا في براندا، مفيش اي صوت عندنا في اللهجة العامي في ثه، محدش بينطق الثه ابدا، استبدلناها بحاجة اسهل عشان ما نطلعش اللسان، يا اما سين يا اما ت حسب الكلمة. المجهول بتاعه بيبقى عامل كده، وفي شرطة صغيرة اللي هو الذ زي الذ الانجليزي، وده برضو هنقول صوت احتكاكي مجهور اسنان. بقى لنا صوت واحد احتكاكي، ماشيين كويس، فاهمين؟ بقى لنا صوت واحد احتكاكي ومكان نطقه بقى غريب علينا جدا، هنجادل. لو قلنا الضيق في الحنجره ايه اللي بيحصل؟ الثنايا الصوتيه بيقربوا من بعض، فهو الصوت الاحتكاكي ايه غير كده؟ ان انا عندي ضيق في مجرى الهواء فيعمل لي الصوت الاحتكاكي، قربوا من بعض بس ما لمسوش بعض، يبقى هحس ان ضيق هنا في الحنجره، والبق كله ما فيهوش حاجه، مفيش اي مكان ضيق، يبقى ده صوت احتكاكي. تفتكروا مهموس ولا مجهور؟ مهموس، يعني المجهور معناه ان يكون في موجات في الثنايا الصوتيه، هي اساسا الثنايا الصوتيه ما قفلتش عشان يبقى في موجات، يعني لازم الثنايا الصوتيه تبقى مقربه من بعض، لامسين بعض، والغشاء اللي عليها هو اللي بيعمل موجات، فهم اساسا مقربين من بعض مش لامسين بعض، يبقى طبعا مفترض ان هو الصوت ده من غير ما نناقش مهموس. مهموس حنجري. خلصنا كده الاحتكاكية، هم أصوات كتير، تسعة. هنتكلم على الأصوات الاحتكاكية اللي هي موجودة عامة، احنا المرجع بتاعنا اللغة الإنجليزي، فدي اللي موجودة في اللغة الإنجليزي، وهنتكلم على الأصوات بقى العربية بعد كده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نيجي بقى نتكلم على الأصوات الأنفية. الأصوات الأنفية مختلفة عن بقية الأصوات إن اللهاء ما قفلتش، فلما اللهاء ما قفلتش يبقى أنا ممكن الصوت يطلع، الصوت اللي جاي من الحنجرة يطلع منين؟ من الأنف. إحنا قلنا فيه عندنا دي الحنجرة أهي، دي اللي بتطلع الصوت الأول، وبعدين عندي أنبوبتين، أنبوبة اللي هي الفم، وأنبوبة اللي هي الأنف، وآدي ده البلعوم،
يبقى ده بلعوم وده أنف وده فم، وعندي في الحتة دي اللهاء بتقفل، مفروض بتقفل الهواء بيطلع كده، السكة دي ما بيطلعش هنا خالص، لا الهواء ما قفلتش، فالهواء هيطلع فين؟ على فوق. طب ايه اللي طلعه على فوق؟ ما هو يطلع على الفم برضه، الفم هنا قفل، يعني في قفلة هنا، فالصوت طلع على هنا على المناخير. هما اتنين اهي اللي بتبقى نازله كده اهي مش قافله، اتنين الماء والنا. تفتكروا الماء فكان نطق فين؟ شفوي. يبقى انفي، والاصوات الانفيه مفيش منها مهموس ابدا، السنه الصوتيه عامله الموجات بتاعتها. يبقى صوت انفي شفوي مجهور. طب قلنا طرف اللسان مع اللف، لا كل الانفيه مجهور، الميم والنون مجهور، هما اتنين. النا طرف اللسان مع اللف، يبقى لثوي، يبقى صوت انفي مجهور لثوي. خلوا بالكم الاصوات اللثويه كتير، احنا كنا خدنا ايه؟ ز، خدنا ايه؟ ز، ودي أصوات احتكاكية. خدنا إيه؟ ت، وخدنا د، وقلنا مع إن الت كل لسان بيخبط فوق، إنما مكان النطق الأصلاني إيه؟ اللي هو الطرف. خلاص؟ وخدنا إن كل دي ألفيولر أو لثوية، ألفيولر اللي هي الحتة اللي قدام اللي فوق السنان. خلاص؟ انا عندي حتة رأسية كده فوق السنان، وعندي الطبق اللي هو هارت بالت، الطرف اللسان طالع لقدام، حتة من اللثة اللي فوق السنان الفيلر او ايه لثة. طيب كده خلصنا الانفية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا هنيجي بعد كده لحاجة تانية. خلاص انفية، وهتيجي اصوات تانية باللثة، رح هسيب دول وهنزود عليهم. نقلنا ده يا ولاد، انتوا كبار مش نيجي بعد كده حاجة اسمها افريكتس، اللي هو صوت بيبقى خليط من الانفجاري والاحتكاكي، اسمها ايه؟ افريكت. فطالما هو خليط من الانفجاري والاحتكاكي لازم اكتب رمزين، ممكن يبقى مجموعة كبير، اي صوت انفجاري مع احتكاكي ورا بعض ما يكونش بينهم فاول، ما يكونش بينهم صوت علة، بس الاثنين اللي هما اكثر شيوعا زي ماتش ماتش، مفيش حاجة تفصل التاه من الشاء. طالما انفصلوا ما اقدرش اقول ان هما افريكت او صوت احتكاكي انفجاري، لان خلاص ده بقى صوت لوحده انفجاري، وده بقى صوت لوحده احتكاكي. يعني مثلا ايه؟ صوت زي بطاطس، الطه والسين احتكاكي، طه انفجاري والسه احتكاكي، بطاطس يعني في بينهم صوت عله، فما ينفعش يبقوا افريكت. انما افريكت المفروض ان هم، انتوا عارفين احنا قلنا اللي هي كلاسترز، اللي هم اللي هو الصوتين السواكن اللي ورا بعض، احنا عندنا ساكن متحرك اللي هم دول اللي هم ال اسمها ايه يا ولاد؟ السيلبلز اللي هي بقاطع. ساكن متحرك، ساكن متحرك، ساكن ساكن متحرك، ساكن ساكن. لو الساكن ساكن ده انفجاري وده احتكاكي يبقوا افريكت، لازم يبقوا لازقين في بعض. فدي زي ماتش و دش. طبعا دي حاجات موجوده في الانجليزي اكتر، زي مثلا برضو احنا بنقولها ماتش ماتش نفس الحكاية. طب هنقولها ازاي؟ صوت انفجاري احتكاكي ده مهموس ولا مجهور؟
مهموس. مهموس. اه الاثنين. اتفضل. لثوي طبق. ده مفروض النصل مع الطبق. ده طرف اللسان مع اللثة. يبقى لثوي طبقي. نفس الحكاية. انفجاري احتكاكي. لثوي طبقي مجهور. نسبتهم عندنا في اللغة العربية مش كتير. نيجي بعد كده نقول الأصوات السائلة اللي هي الليكويدز. ماشية بسرعة ولا كده معقول؟ السه والزه. ها الأفريكان. ها مال والده والجه. الده هي المجهور ب... لا لا ممكن ممكن اي انفجاري مع احتكاكي، بس دول الامثله الاكثر شيوعا. وزي ما قلت لك عندنا في اللغه العربيه مش اللغه بتاعتنا العاميه المصري مش كتير، واللغه العربيه عامه مش كتير. بس اديتك مثل ماتش تحشه ورا بعض، وهما نفس ده. الده هي المجهور بتاعت التاه، والجه هي المجهور بتاعت الايه الشه. احنا بنعتبره باثنين كونسونانت مش واحد. اثنين كونسونت ورا بعض، لازم يكون ورا بعض. ف يعني مثلا لو قلت كلمة زي فاكس، فاكس اديكم مثلا تاني، بس انا دول المسائل اللي عايزاكم تحفظوه. لو قلت فاكس اللي هي فا واه، ده هتاخدوه بعد كده، وكا وسا افريكان. طب ما دول مش دي، ده انفجاري وده احتكاكي. اي انفجاري واي احتكاك، بس المهم يكونش بينهم فاول ورا بعض. وده مقطع ساكن متحرك ساكن ساكن. طيب بعد كده في الاصوات اللي هي ايه السائله اسمها ليكويد. ليكويد في نوعين اللي هما ل والر، والاثنين مجهورين. الله والره الاثنين مجهورين. الفرق ما بينهم ان احنا بنقول على الله صوت جانبي، وبنقول على الره صوت تكراري. جانبي اللي هو ايه lateral، وتكراري اللي هو صوت روتك. وتركزوا معايا قوي في الره. لما نيجي نقول الله ده صوت سائل جانبي. ليه جانبي؟ القفله بتبقى فين؟ ده صوت تاني حذيفه هنا. لسم. لا طرف اللي سمع لسم. يبقى ده صوت المفروض ان هو برضو الفير. بس خلوا بالكم من حاجة، بيلمسوا بيلمس، بس هو القفلة بس في النص والهواء بيعدي او صوت بيعدي من هنا. فعشان كده ده صوت ايه جانبي. الرا لا الموضوع مش سهل قوي كده. اولا الرا بيقرب ما يلمس، لان لو لمس ما بقاش ره، ما بقاش ره، ما ينفعش يحصل فيه الصوت التكرار. خلاص دي ار عادية هي الصغيرة. له مكانين في النطق. احنا ده اول هنقول على ده صوت سائل جانبي لثوي مجهور. ده هيبقى صوت سائل تكراري. مكان نطقه هيبقى طبقي، وده من ضمن الاصوات برضو القليله اللي هي النصل مع الطبق. يعني عندي الر وعندي الشه. الر والشه النصل اللسان اللي هي الحته دي اهو لسان تاني، الحته دي اللي ورا الطرف مع الهارد باليت اللي هو الطبق. خلاص فالحته دي احنا قلنا الشه حسينا ان هو مش الطرف اللي مرتفع. الره نفس الحكايه، الحته اللي ورا مع الهارد باليت اللي هو الطبق. طيب في مكان نطق تاني. ده المعهود اللي عندنا ايه كلنا، اللي بيحصل ان هو الحته دي بتقرب على فوق وطرف اللسان نازل شويه. يعني لو انا قلت الر هبص الاقي ايه الحته كان في خط ورا طرف لساني هو اللي بيترفع. طرف لسان ما بيقربش.
مش الطرف اللي بيقرب، حتة اللي وراه اللي هو النصل، وبيقرب فين؟ على الهارت بالاس اللي فوق، بس بيبقى قريب قوي من قدام، يعني في بداية اللي هو سقف الحلقة أو الطبق، في بدايته. لأن دايما لو أنا رجعته لورا ما هو الطبق كبير، لو رجعته لورا شوية مش هيبقى مظبوط، دايما الصوت عشان يبقى واضح الري هتبقى على قدام. طب ايه المكان ده؟ المفروض ان هو اسمه يعني مش هقول هو له اسم انجليزي، اسمه ايه؟ بانش، مش مهم نعرفه. في بقى طريقة تانية ان احنا ننطق الري فتح، ودي اللي انا بحس انها صعبة قوي عليا، دي بطرف اللسان. ايه اللي يحصل؟ طرف اللسان ادي انا دلوقتي الري، انا قلت برفع ده سنة، هو ده اللي بيقرب على الطبق او سقف الحلق، اللسان بترفع لفوق، وطرف اللسان يا دوبك بيعدي المار قدام. الر 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 حركة كده سريعة، دي اسمها راتروفلكس، راترو يعني ورا، فبيبتدي المار قدام ويعدي بسرعة يا دوبك لامس خفيف سقف الحلق. صوت الر دايما بيبقى لمسة خفيفة بحيث ان الهواء ممكن يعدي برضه ويعمل زي الموجات اللي احنا ايه بنسمعها، لكن مبيبقاش قافل زي اللام، اللمسة خفيفة قوي ممكن تعدي حاجة. ر من ورا قدام، ر ر غير ر اللي قدام، فأنا مش عارفة انتوا بتقولوها ازاي. احيانا الواحد لما بيحاول يقولها بيحاول يقنع نفسه ان هو بيقولها بطريقة معينة وبنتلخبط، في حاجة اسمها بايس، يعني انا بحاول اقنع نفسي ان انا بطلعها كده عشان، لكن انا طبعا انا واثقة ان انا مش بطلعها كده خالص، اللي هي ريفلكس دي انا بطلعها اللي هي النص مرتفع فوق على يعني مع الطبق طبق في اختلاف شوية طبعا اكيد، بس في نقطة مهمة برضو عايزين نقولها، يعني حاولها لكم كده على خفيف، يعني في حاجة اسمها تاب وفي حاجة اسمها تريل. الرنة بتاعت الريه بتاعتنا مختلفة عن الرنة بتاعت الريه في اللغة الانجليزية، هم اخف، هم عندهم حاجة اسمها تاب. تاب يعني ايه؟ يلمس لمسة خفيفة يروح نازل، را 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 را، لكن مثلا مش زي مروة رنة، احنا بالرنة، فاحنا عندنا التريل هم عندهم التاب. وممكن التريل بتاعتنا دي الرنة بتبان اكتر في النص وفي الاخر، وبتبان اكتر حاجة لما يكون عندي اتنين ري زي مرور، الرنة بتاعتها واضحة عن ريم، ريم ممكن حتى تبقى قريبة من التاب، يعني في بعض الابحاث كاتبة في اللغة العربية بتاعتنا التاب بتبقى موجودة لما الريه تكون في اول الكلمة، بحث الاردني بتاع عمير، الريه بتبقى موجودة في اول الكلمة، انما لو في النص او لون او صوت متأخر او في الاخر الرنة بتبان بيبقى تريلي. في الاول وبيبقى فيه الرنة ضخم مفخم، بلاش مفخم لان مفخم دي معناها حاجة تانية هنقول، فهي هنقول ده تريل اللي هو فيه رنة واخد بالك، انما ده يدوبك يلمس وينز. فانا عندي نوعين من الري، نوعين في طريقة النطق ونوعين في اسلوب النطق، طريقة النطق او مكان النطق، بلاش طريقة النطق، مكان النطق، مكان النطق المفروض ان هو مختلف اللي هو بانش او راتروفلكس. لو انا عندي بقى البانش ده اللي هو عامل كده المرتفع بقى مش من ورا لقدام، يا اما يبقى تاك يا اما يبقى تريل، يا اما يلمس وينزل يا اما يبقى تريل في رنة. خلاص طيب نيجي بعد كده نقول ان في حاجه اسمها نصف اصوات عله اللي هي سامي فاولز، اللي هي اصوات فيها المكان بتاع النطق مش ضيق قوي، فعشان كده بقول انها مشابهه لاصوات العل. مش بس كده، الصوت ده لازم يكون وراه صوت عل، اللي هم الياء والوا، يهوى الياء والوا. لو الياء تختلف عن الاي اللي في اخر الكلمه، يعني مثلا ايه
في غير ياكل. لو انا جيت كتبت فيه ده صوت عله، والنقطتين دول معناهم ان الصوت ايه؟ طويل شويه. خلاص؟ لكن لو قلت ياكل هكتب لك دي يا كل. ليه؟ لان انا لو نصف صوت عله، لو السامي فاولز لازم يكون وراها متحرك، لازم يكون وراها صوت عله. ياكل، يقف، يرمي. بيختلف صوت العله اللي بعد اللي هو ايه؟ السامي فاول نصف صوت العله. لكن البدايه دايما بتبقى صوت المفروض ان هو البدايه، يعني الصوت ده بيكون مكان اللسان مرتفع وامامي، مرتفع وامامي. فلو انا قلنا ياكل يشرب هلاقي اللسان مرفوع فوق وعلى قدام. ده مشابه لصوت عله هناخده بعد كده، ده مشابه لدي. لكن لو قلت و حصل ايه؟ ضم. يبقى شفاه دائريه. ودي من ضمن الحاجات اللي بعلق عليها في اصوات العله الفاوز، لازم اعلق شفاه دائريه او غير دائريه. الواه صوت خلفي و خلاص. وايه اللي بيرتفع بقى؟ مش طرف اللسان، مش بيرتفع طرف اللسان، ظهر اللسان على ورا. فاحنا هنا كاتبين الاي الي نصف صوت عله مجهور، الي طبقي. يبقى من ضمن الحاجات الطبقي اللي هي الي الي والشا ولا لا مش لا الر. دايما افكر نفسي بيهم، اللسان قدام وفوق، ده بالنسبة لأصوات العلة. يبقى يه وشه وره ده المفروض ان هو مع الحرف فلت طبقي. الوه ظهر اللسان قريب من اللهاه، اللهاه اللي احنا قلنا ايه؟ ورا خالص. تمام؟ عامل زي ايه؟ صوت الكه، صوت الكه. فاكرين؟ احنا قلنا في بداية اللهاه اللي احنا قلنا ده سقف الحلق ودي اللهاه، بتبقى عاملة كده الكه والجه. فهو عامل زي الكه والجه. هو لو قلنا كه وجه هو نقولها كده هنحس ان اللسان رجع لورا. لا لسانك هيرجع لورا، خلي بالك، خلي بالك. يعني هي مشابهه، مشابهه لصوت عله ده رمزه بيبقى ورا وفوق. يعني اليه قدام وفوق، الوه ورا وفوق ومعاها دايره في الشفايف. ياكل يشرب واحد، ايه تاني؟ ولد، وليد، وائل. لازم ترجعي سالم. اللي بيحصل ان الصوت ده عباره عن جزئين، بدايته في اليه طرق اللسان بيبقى قدام وفوق ويروح لصوت العله اللي جاي بعدها. زي مثلا لو قلنا ايه؟ ياكل غير يصوم، صوت العلة التاني هيبقى مختلف، لكن البداية واحدة قدام وفوق. لكن الو مفروض ان هو اساسا مبتدية من ورا وفوق وروح برضو صوت العلة اللي بعدها. زي واحد، اتفضل. واحد غير وليد غير ودن، لكن البداية والبداية التانية واحد قدام وفوق والتاني ايه؟ ورا وفوق. خلاص؟ ده برضو صوت طبقي. يعني معنى كده الحتة القريبة مش الطرف، النصل، نصل اللسان. يعني احنا قلنا ايه؟ ايه ايه مش الطرف، الحتة اللي وراها. دول تلات حاجات، دي نصف الاصوات العلة عبارة عن ايه؟ صوتين، ولازم لازم يجي وراه صوت العلة. لو جه ايه او او في الاخر هما دول البداية، مش كفاية بقت أصوات عالية. فما اكتبش الرمز ده أبدا في آخر أي كلمة، ما ينفعش. نيجي نتكلم على السواكن العربية. أمسح ده،
يجري ينفع، انما ملكي الاي اللي في الاخر ما تنفعش. يجري انت ابتديتي بالاي وراها صوت عله او متحرك، ي هتاخدي بقى تفهميها لما تاخدي اصوات العله. انما انت هنا المفروض يجري في بدايه الكلمه هكتبها كده، يعني انا مثلا يجري، في فرق من دي وفرق من دي. دي بقت ايه لوحدها ما وراهاش صوت عله، لكن ي هو ده نصف صوت العله، فلازم يجي وراه صوت تاني اللي هو الفاول او صوت العله. وضحت كده؟ السواكن العربية بيميزها حاجة مهمة اللي هي الأصوات المفخمة. عشان كده إيه أحمد لما قال لي مفخم قلت له إيه مش عايزين نلخبط الإيه، عشان هستخدم ده في أصوات تانية. يعني إيه صوت مفخم؟ إحنا عندنا يمكن أربع أصوات اللي هي الطا. بعمل شرطة تحت الصوت، شرطة ده صوت مفخم، والص والض والظ. احنا قلنا الذ كانت عاملة كده فاكرين، وشرطة حط تحتها برضو الشرطة دي، وبيعتبروا برضو الكا صوت مفخم. يبقى خمسة. آخر بحث قريته اللي هو بتاع أميرة بتاع الأردن، يعني هما دول الأساس. في أصوات تانية بيعتبروها أصوات مفخمة في بعض الأحوال، مش هنخش فيه، لكن عميرة ده كان 2000 وحاجة بيعتبروا الكا برضه صوت مفخم. يعني إيه صوت مفخم؟ لا أنت ما أعرفهاش، مش هقول الحاجة اللي ما أعرفهاش أقول لك ما أعرفهاش. نعم؟ دي أصوات مفخمة. يعني إيه أصوات مفخمة؟ يعني دي الطا موجودة عندنا في العربي بس، ودي الصاد، ودي الضاد، ودي الضاء، ودي القاف. طب ليه القاف ما هتبقاش تحت عشرة؟ لأن هي ملهاش صوت تاني يشبه لها، دي لها الت بس، فهي مشابهة لصوت تاني. صوت مفخم مراجع العربي كنت بدرسها قبل كده، اللي هي حاجة اسمها بيلارايز، ان ظهر اللسان بيرتفع ويقرب من اللهاء. الكلام ده مش صح، مكتبوش. لان ملهاش، يعني احنا كنا متخيلين ان مثلا لو انا قلت صوت الت، انا عندي طرف اللسان مع اللثة خلاص، لو قلت الط هيترفع ظهر اللسان ويقرب من اللهاء. احنا صورناها في كل الاحوال اللي بيحصل جدر اللسان بيرجع لورا ويقرب من الجدار الخلفي البلعوم. يعني انا عندي الجدر هو ده اهو اللسان، ده الجدر وراه البلعوم. اول ما يقولوا الطا يروح اللسان راجع لورا، مفروض مش مرتفع. يعني هو كان كنا بنتخيل وكان مكتوب في الابحاث العربي ان هو انا عندي مكان نطق في الت قدام بيقرب، والظهر يرتفع فكان في تجويف في النص، فده اللي عامل مفخم. فبالتصوير يبقى الاشعه شايفين ان هو مش ده، مش ده اللي بيحصل. واللي مكتوب في الابحاث الحديثه ان هو جدر اللسان اللي هو بيبقى جزء اللسان الافقي اللي موجود في الجدار الامامي من البلعوم يقرب على الجدار الخلفي، بتبقى باينه جدا جدا. يعني لو حد منكم شاف الشريط الحقيقه مميز، الت غير الطا، الطا على طول يروح اللسان يرجع لورا، وكان اللسان بيتفرد. لان برضو التعليق على الاصوات دي، مثلا ت بقول لا سوي، الطا اسناني لا سوي، يعني الطرف اتفرد يعني طلع قدام سنه. فليه مفخم؟ لان المسافه طولت، يعني اختلف. طب والخاء يا دكتور؟ الخاء مش مفخم، لا، لان ما فيهوش الجدر. يعني الحته دي اللي هي بتميز الاصوات المفخمه مش موجوده في الخاء. ان الصوت اللسان ما اتفردش، باين جدا اللسان الحته اللي ورا رجعت، فاللسان بقى اطول، يعني بقى مساحه كبيره. طب
ما احنا هنقولهم ما تخافوش لسه هنقول الغلق الغام انت عامل خا نفس المكان اللي هنقول انا معاك بس هو يعني يعتبر مفخم في فانا مش عايز فمش عايز اخش فيها دي كلها مفخمه الخاء لكن ال الخاء مش دي فمش عايز اخش دي ماشي تختلف في اللهجات لا دول مفخمين مفخمين ما ينفعش الطه مفخم لو جينا اتكلمنا ناخدهم واحد واحد اول حاجه نقول الطه ده برضو هنقول صوت انفجاري هو ده مفروض التح كان لثوي لثوي اسناني مهموس مفخم نفس مكان النوت اللي قبل كده ده صوت برضو لثوي احتكاكي اسناني لا ده السه احتكاكي مش جانبي السه صوت لثوي احتكاكي اسناني لا اسناني لثوي احتكاكي مهموس مفخم يعني مكانه اسناني لثوي ونوعه احتكاكي مهموس ولا مجهور مهموس مفخم في حد مره كان شرح لي سؤال ان الصوت بيطلع من الجنب لا انتوا عندكم دي ده صوت احتكاكي ما هو بص انت الصاد هي السين هي السين فالسين المكان النوت اللي احنا كنا شرحناه ان طرف اللسان بيقرب على اللثه العلوي وان الجناب كلها لمسه ده اللي هو مكان النطق اللي عند ناس كتير يا اما طرف اللسان فوق يا اما طرف اللسان تحت مش احنا بنضربهم كده الصاد نفس الحكايه كل الفرق بين السين والصاد ان اللسان رجع لورا في جده الحته اللي ورا طولت الض زي الدال نفس الحكايه عامل زي ده عامل زي الت اللي هو هيبقى صوت انفجاري اسناني لثوي مجهور مفخم الدنيا الض صوت انفجاري اسناني لثوي مجهور مفخم دايما تاخدي مكان النطق من الدال يعني تاخدي مكان النطق من الصوت اللي زيه بس مش مفخم وتزودي عليها ايه ان هو بيتفرد قدام شويه يعني بدل لثوي يبقى اسناني لثوي ويبقى مفخم الظه زي الذه هيبقى صوت اسناني ما هو نوع احتكاكي اسناني خلاص ده اسناني بالاول وبعدين مجهور مفخم كاتبين هنا اسناني لثوي يا داليا في الظه يعني هي الذه اسناني كاتبين هنا اسناني لثوي فهناخدها قاعده في كلهم اللي هم الظه والضه والصه والطه اسناني لثوي يعني في حاجه ما بين كل دول اسناني لثوي مفخم لكن بيختلفوا في ايه دول انفجار ودول ايه احتكاك يختلفوا في حاجه تانية ده مهموس ده وده مهموس وده وده مقهوس لكن نحفظها الاصوات المفخمه يبقى اسناني لثوي اسناني لثوي نيجي بعد كده نقول بقيت بقى الاصوات اهم حاجه واللي بيلاقيه اطفال كتير بتحبه تفتكروا صوت ايه الأه كل الأصوات الأطفال المتأخرين في الكلام بيحبوا الأه وهو عامة صوت مفضل عند الأصوات الأطفال العرب مش بس عندنا في المصري برضو في لهجات أخرى لأن الأه صوت يعني موجود كتير في اللغة بتاعتنا اتفقنا؟ فالأه عاملة زي علامة استفهام عشان بعد كده هناخد رمز تاني اللي هو العين دايما احفظ ان فتحته زي فتحه العين وده كويشن مارك علامه استفهام هناخد بالنا عشان دول بيلخبطوا الاه تفتكروا مهموس ولا مجهور أه. مهموس مفهوش زنة حطي ايدك هنا خبطه خبطه مش زنة قولي زنة حاجه تانية بس هنجد فدي دايما اللخبطه وده دايما الغلط في الامتحان ازاي يبقى حنجري وميبقاش مجهور ده في الحنجره بس هما الصوتين اللي جايين من الحنجره الها والا مهموسين واحد لقيت الثنائيه الصوتيه قربت
واحد خبطوا في بعض. مش احنا الاصوات الانفجاريه في في قفله وبعد كده الهواء بيعدي بضغط عالي؟ نفس الحكايه. الصناعه الصوتيه قفلت وبعد كده فتحت فالهواء عدى بضغط عالي عمل صوت انفجاري. يبقى صوت انفجاري حجاري مهموس. مهموس. نيجي نشوف ال ع والح والخ والغ، وهنقول في الاخر الق اللي هي بنعتبرينها من الاصوات المفخمة. الع والح اصوات بلعومية. عين وح وخ وغير، ودي قاف ودي همزة. خلاص يا داليا؟ تمام كده؟ طيب الع صوت بلعومي، يعني بيحصل دي في البلعوم ورا خالص. مجهور. برافو عليك. احتكاكي وبلعومي يبقى مجهور، يبقى صوت احتكاكي. مكان نطق ملعومي مجهور ولا مهموس؟ مجهور. ده الع. والح بنت عمها برضه بلعومي، صوت احتكاكي بلعومي بس ايه؟ مهموس. دايما اللخبطه بتحصل ما بين الح والع والخ والغ. طب لو انا قلت ع وقلت بلاش اقول ح ح خ، مين يقول لي الخ قدام ولا ورا بالنسبه للح؟ قدام. 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 فده موجود عند اخر حته من اللهاء، يعني لو اللهاء نازله كده في حاجه اسمها يوفيلا تحت خالص. يعني انا لو اللهاء بص عليها من قدام هتبقى في حته في النص كده، دي اللي اسمها اليوفيلا. يعني معنى كده ان ظهر اللسان بيرجع ورا خالص، عشان كده بسميه حلقي. حلقي الخ والغ. مش لهوي او لهائي زي الك والج ورا خالص. يعني نقول ك ونقول مثلا ق، معلش انا هدخلكم، لا بلاش دي، نقول خ، نقول ك وخ. ك خ. نسالي على الور. ك فرق. ك خ. لازم حرج على الور. فموجوده في اخر حته في اللغه، رجع ورا خالص، عشان كده بسميه حركي في زور، في الزور. فالخ صوت احتكاكي مهموس مكانه حلقي. والغ اللي هي الغرغره، حتى احنا بنعرفها بالغرغره، صوت احتكاكي مجهور حلقي. ايه الصوت التاني الحلقي؟ الق. الفرق بين الك والق، رجع ورا. تمام. فده صوت الكه. بقى الفرق بين دول وبين الق ان الق صوت انفجاري، قفلت مش قربت. الخ والغ قربت ما قفلتش. الق لازم يلمس، يبقى صوت انفجاري مهموس مش مجهور حلقي ومفخم. ق انفجاري مهموس حلقي مفخم. في عليكم كده النهارده، ونعمل اصوات العله المره الجايه. يبقى اصوات العربي عندي متحركات، اقولهم بس في الاخر. يعني انا الاصوات العربي عندي اصوات مفخمه اللي هي الط والص والض والظ، وبعتبر الكه برضو من الاصوات المفخمه. جدر اللسان راجع ورا لغايه ايه؟ مقرب قوي على الجدار الخلفي البلعوم. المفروض ان هو لو انا قلت اصوات، لو قسمتهم اصوات احتكاكيه، اصوات العربي اصوات احتكاكيه هتبقى ايه؟ هتبقى ال الص ده صوت احتكاكي، والظ ده صوت احتكاكي، والح والع ده صوت احتكاكي،
والخ والغ معظمهم اصوات احتكاكيه. ايه الانفجاري فيهم؟ الط والض والق والأ. يعني 10 اصوات موجودين في اللغه بتاعتنا، 6 انفجاري 4 6 احتكاكي 4 انفجاري. الأ والط والض والق. الاحتكاكي الص والظ والض والح والع والخ والغ. ما نلخبطش ابدا، ده برضو غلطه يعني بتحصل كتير. الحا والعا والخا والغا دول بلعومي ودول حلق، لان مكان النطق لحد ما قريب كلهم ورا، بس مين ورا اكتر؟ الحا والعين بلعومي، الخا والغين في الحلق. نحاول واحنا بنذاكر ان احنا نعمل نربط اصوات ببعضيها عشان نفتكر. الصوت ده والصوت ده والصوت ده حلقي، تمام؟ يعني يكون في اوجه تشابه، زي ما انا عملت لكم الالفيولر اللي هو اللثوي، الاصوات دي لثويه، لان هو انا ممكن اعمل مجموعات حسب طريقه النطق زي انفجاري واحتكاكي، وممكن اعمل مجموعات حسب مكان النطق. الاصوات دي لثويه، الاصوات دي طبقيه، الاصوات دي حلقيه، الاصوات دي حنجريه.